كمان مرة. أهلا ست ميسة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة حضرتك طيب. لا، كل السنة. بعد إذن حضرتك وأقول أنا الأول، عايزة، قول الأول كل السنة. ألو، قولي كل السنة وأنت طيب. كل سنة وأنت طيب. لا، كل السنة. كل كل سنة وحضرتك الله طيب. وأنت طيبة كل السنة يا رب. يا رب يخليك، الله يكرمك. اتفضلي يا فندم. أستأذن حضرتك، أيوة أنا من ضمن المعوقين، يا حبيبتي. وبعدين أنا إخواتي كانوا حق في الميراث، لا إله إلا الله. قاعدين بس الناس السليمة، ولما جيت أطالب بحقي قالوا لي لأ، الناس اللي هي زيك يتخصم بها الأرض، أنت مالكيش حق عندنا، إحنا ده بيت الناس السليمة. وكانوا حقي كله، وما خدتش اي حاجه خالص، ولا في ابويا ولا في امي الله يرحمهم، رغم ان انا رجليا اللي بيعايروني بيها دي هي دي اللي انا خدمتهم بيها، لاني انا موظفه في المستشفى، فكنت خدمهم كلهم، الكبير قبل الصغير والصغير قبل الكبير، وما تمرش في حد. ما تمرش فيهم، بس أجرك عند ربنا محفوظ. ونعم ما بالله. تمرش في البني أستاذ حضرتك، آدمين، تمر تمر ما تمرش، إن شاء الله ما تمر. المهم عند ربنا، يضاعف الله الحسنات حتى تأتي والله العظيم، يوم والله إن القيامة أنا وقد صارت مثل جبل أحد ولمثل إخواتك يا ميسة. أتوجه بهذا الكلام، لا فرق في المواريث بين معوق وصحيح، وإن كان من الجائز شرعا أن يزيد المعوق عن الصحيح إذا رضيت الورثة بوصية الوالد أو الوالدة لولده المعوق بعد وفاة الوالد والوالدة. يعني الأصل الأصيل أن المعوق يزاد، فلما أسمع المعوق يحرم، ده دين مين؟ ده تبع أني ملة؟ ده دين الإسلام. العلاقة التي تسبب الميراث علاقة سببية أو نسبية، نسبية. الابن نسب، يرثني وأنا أرثه، معوق أنا، معوق هو. مفيش علاقة اسمها صحة وتعويق، في علاقة اسمها يقرب للميت إيه. فالمفروض الأخوات يدوا أختهم حقها في الميراث، لأن ربنا في خاتمة المواريث من سورة النساء: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. يعني هو وأبو جهل في ديسك واحد في نار جهنم، العذاب المهين لا يكون إلا للكفرة. نعم، أستاذ شريف من اسكندرية. ألو. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور؟ ازي حضرتك؟ الله يسترك. كل السنة وحضرتك طيب. اللهم آمين، وكل السنة وأنت بخير. جزاكم الله خيرا. آمين يا رب. أمر يا شريف. الأمر لله وحده. هسأل بس عليك سؤال، أيهما أفضل؟ أيوة. إن الواحد يصلي جماعة في المسجد الوقت بوقته، ولا يصلي بأهل بيته جماعة في البيت؟ أقول لك على حاجة نادرة. اتفضل. ذكرها الإمام مالك في الموطأ. أن من الصحابة من كان يصلي بأهله ثم يذهب إلى المسجد فيصلي مرة أخرى مع المسلمين
وسأل هذا الصحابي أيهما أحسب صلاتي فأجيب دعهما لله يختار لك أيهما شاء. فالواحد يصلي بأهله ويدرك الجماعة في المسجد حتى تعمر المساجد. بس أما إذا جينا للحكم الشرعي بتاع أولى ابتدائي، فأولى ابتدائي الراجل يروح الجامع، وصلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في مسجدها في المسجد الحي. هي تصلي في البيت لوحدها وهو يلحق بالرجال لوحدهم. أما اللي أنا قلته ده ابتداء، فدي مرتبة الشرف الأولى، أن تصلي بأهلك ثم تدرك المسلمين فتصلي معهم جماعة في المسجد، وما تقولش العشاء اللي أنا صليتها بالمدام هي العشاء المكتوبة عليا والتانية دي زيادة، وما تقولش العشاء اللي صليتها في المسجد هي الأساس المكتوبة واللي صليتها مع المدام نافلة. لا، سيبها لربنا يختار لك الأكمل والأروع والأتقى.